السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول كل عام وانتم بخير. دربنا الأخير لهذا الموسم، لكن حرصنا على أن يكون هذا الدرب ملهم جداً، أنه يخليكم تتذكروننا إن شاء الله حتى الموسم القادم بإذن الله تعالى. عموماً دروبنا الملهمة والجميلة يروحون عني في رواندا مستمرة. حياكم الله. باريس الجميلة رواندا، نعي تماما لماذا سميت بهذا الاسم الذي يعني بأرض الألف تل. سبحان الله، الاحتلال فيها على مد البصر. وعلى فكرة شعار رواندا التسويقي حول العالم هو رواندا ريماركبل أو ريماركبل رواندا، والمقصود طبعا من خلاله أنها رواندا المبهرة، وهي فعلا مبهرة بجمالها ما شاء الله. هذه التضاريس الجبلية والتلال جعلت من رواندا ملاذ لمخلوقات عديدة تعيش على أرضها الجميلة وأيضا جبالها. نحن اليوم في طريقنا إلى البحث في جبال رواندا عن أندر الحيوانات في العالم اللي اتخذت من رواندا الجميلة موطنا لها، غوريلا الجبال. نعم، كينغ كونغ بذاته. درب الوصول إلى عائلة الغوريلا هذه يعني لطالما حلمت فيه بكل أمانة، وكنت حاط يعني تصورات كثيرة أكثر من تصور. يمكن أن نلتقي بالغوريلا، يمكن ما نلتقي به، ممكن أن نشوف عائلة لكن ما تكون فيها جميع الأفراد، يعني يمكن ما يكون فيها الأب وما يكون فيها مثلا الأطفال. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوفقنا أن نشوفهم في مزاج طيب، وأن يكون في تفاعل، وأن على الأقل نقدر أن نتقرب منهم ولو حتى يعني من بعيد، بس نقدر نشوفهم. لكن اللي صار شيء مختلف تماما. بسم الله. غابة، لذلك محذرونا بأن رجلنا راح تغوص في الطين. نحن الآن في موطن الغوريلا. يعني الغوريلا يمكن كانت هنا، مرت في هذا المكان، ذهبت في هذاك المكان، لكن أنت تتكلم الآن عن الحدود. هذه حدود منازلهم، أو هذه حدود موطنهم، وبذلك أنت ما قاعد تعيش بالقرب من الجدار، وإنما في مساحة وبعدين تدخل طبعا إلى المنزل وهكذا. هذا بالنسبة لهم الحديقة الأمامية للمنزل أو الخلفية. يلا خلونا نشوف. أنا سريوا أنو سنديوفا. أرجع ترينز أنا كوري كراتيريوفا. نيجاتيف نيجاتيف.
الحين قاعدين يحاولون يدورون وين مكان الغوريلات. الغوريلا ياسة تطلع من مكان إلى مكان، وكل شوية طبعا يسألون ويعرفون. الواحد صار مو بعارف منو اللي قاعد يدور الثاني، نحن ندور الغوريلا ولا الغوريلا تدورنا. لو لاحظتم كان هناك في مجموعة معانا، نحن كفريق عمل دروب لما أخذنا هذه التجربة، لكن هذا كان لسبب معين يمكن الناس ما تعرفه. نحن كان لابد أن نقبل بأن يكون معانا يعني أكبر عدد ممكن، ولابد أن يكون في آلية معينة أنك كيف تمشي مع هذه المجموعة. وطبعا كانت في لحظات سهلة وكان في لحظات جدا صعبة، لأن في النهاية لابد أن نكون مع بعض طول الوقت وأن لا نفترق. اللحظة اللي تفترق فيها عن الآخر قد لا تعرف أن ترجع. يا رجلي كجريب أنا منهم. ما That's how we'll be saying when we reach to the gorillas. Okay. We cannot meet them without asking the permission to join them. Always before we meet them, we'll be saying. And if the gorillas they are okay that you can join, they will reply means hakuna matata, means you're most welcome, no problem. Nachibazo. If the silverback is going to charge, he's always having these vocalizations. When you hear this, that's when we kneel down. He always sit on the ground and start feeling uncomfortable. And looks aggressive to you, that's when we need to submit. And please keep saying. Yeah, which is. You can face him or you have to turn? You can face on the ground. That's how we need to say. والله العظيم مو بعارف على شو جالس امشي. يو جايز وي ار ووكينج اوفر فينز، قاعد نمشي على عروق. From here? Yeah. تعال. Hey Ali, there is a good plant here. Yeah, this is a very nice one. You know, these mountain gorillas, they're vegetarians. Okay. They can eat more than 300 different species of plants. And this is one of the top five food of the gorillas. Right. The silverback does eat 30 to 35 kilos, means about 70 or 80 pounds mm-hmm. a day, and can get 17 liters of water. If the members are thirsty, the silverback will find this plant for them. But you can see, don't touch, it's very bad, it's very dangerous. So the gray hens are like mine. So what these guys do, they do peel it. Carefree, that's the way they do it. Look, this is the way they do it. And he would do that? Yes, this is how the gorillas do it. And then, look. Wow. This is the way. Finally, they will eat it. They will really eat. And then they're saying. Nah, nah, nah. Yeah, good. Yeah, come on.
Really? Yeah. It's water. Yeah, it's water. هذه طبعا اللغة إنه لذيذ ولذيذ جدا. واو سبحانك ربي. Now we are getting cross. So we are about how far from the gorillas? The gorillas, they're very close, about like 15 to 20 minutes. So we get close to the gorillas. And they're waiting, the babies are playing, they're just climbing the bamboos and... You're not afraid to fall down? Yeah, no. They're just climbing. هني الوضع بدأ, لا, بدأ يتغير شوية. وخاصة في اللحظة اللي قال فيها المرشد إيمانويل تراهم موجودين على بعد 20 دقيقة. من اللي موجود؟ قال ووجدوا أقاشة مع زوجته وطفلتهم الصغيرة. كلام كبير. ما 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 كم تي ال تسمعون المرشد إيمانويل وهو يردد كلمة سيلفر باك. سيلفر يعني فضي وباك يعني الظهر، ولذلك هذا هو الوصف الذي يطلق على الغوريلا ذو الظهر الفضي نسبة إلى الغوريلا القائد الكبير والحكيم. So you hear that noise he makes? Yes. That means you're most welcome. So he's comfortable and he's okay with us. And this Intango, she's the one Intango, it's a lady. She's the one have the youngest baby for three months. So three months. She's holding him. She's holding her? Yeah. It's a girl? Yeah, it's a girl. SubhanAllah. أتذكر المرشد إيمانويل وهو يتواصل مع أقاشيا الغوريلا. والله شيء عجيب. يعني للوهلة الأولى أنت تقول يعني معقولة؟ معقولة إذا أصدرت هذه الأصوات اللي قاعد يقولها المرشد إيمانويل معقولة بيفهمني أقاشيا؟ أول ما بدأ يستأذن من أقاشيا وهم ونحن ياسين نوصل يعني كم يعني شخص ورا شخص ومجموعة، أول ما بدأ يقول له ولا فجأة أقاشيا يصدر صوت تقريبا يعني كما أذكر بهالطريقة، بس طبعا تحس انه عبارة عن هزات في الصدر طالعة او في الحنجر ما ادري. المهم على طول في اللحظة هذه المرشد إيمانويل قال اموركم طيبة يرحب بكم أقاشيا. انت شو قلت؟ قال انا كنت اقول له ترى تستأذننا ان احنا نكون موجودين هني معاك، فاذا به يقول ما في اي مشكلة حياكم والله. ما ما يرون انه قوي الان. He gonna charge but he's okay. Stand still. صراحة خفنا أول ما بدأ إن يعني يهاجم هني طبعا على طول قالنا نزلوا نزلوا نزلوا، وطبعا لابد أنك أنت تحترم المرشد اللي معاك وتثق به في قراراته، فإذا قال لك أمان أمان، إذا قال لك اجلس اجلس، إذا قال لك تراجع تراجع، ما في يعني هالأمور ما فيها يعني الواحد أنه يمزح بها. كل اللي يريد يوصل له بأنه يثبت لك ترى هو الأقوى وهو سيد المكان. طبعا هو مش بالضروره انه راح ياتي ويهاجمك ليقتلك وكذا، لا 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 ما في هالكلام، وانما هو تخويف. قلت
لا بس تنس. He just did to show us how that's the boss and how strong he is. He is the boss, so thank you guys, you're doing a good job. Keep saying it's kind of respect and show him that he's really the boss. Well, he is the boss. He is the boss. And then you can see the mom start grooming the baby. Allah. Oh, that's good. He reprised, no problem now. Can you tell us how do you know if he's in a good mood? Is it from the ears? No, he says. Oh, he says? There's some vocalizations he made. Yeah. شوف الأم كيف تحضن لمساتها يخذ إيدها. ولو تلاحظون أنف الغوريلا يعتبر مميز عن باقي المخلوقات، تدرون ليش؟ سبحان الله، مثل ما نحن كبشر لكل واحد منا له بصمته الخاصة وما في اثنين في العالم بصمتهم ممكن تكون متشابهة، كذلك هم الحيوانات وكذلك هو الغوريلا. لكن الشيء المميز ان الغوريلا بصمته مو في اصابع يده، توقعوا وين؟ انفه. كل غوريلا في هذا العالم انفه يحمل بصمه مختلفه عن الاخر. سبحان الله. اهلا وسهلا. سليب ماي فريند. طبعا الكلام يعجز الانسان عن ما يستطيع وصفه الان في هذه اللحظه. نتكلم عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقها وعاشت على هذا الكوكب من مئات لآلاف السنين، ملايين السنين، ولها نظام عائلي ونظام يعني تمشي عليه، وكل واحدة منها تعيش بطريقة خاصة فيها. الطفل the baby she's sleeping. وفجأة أشوف لغة جسد أغاشيا الغوريلا، يعني ما أخذ راحته وايد. يعني رقد حط إيده تحت رأسه، وإحنا كنا نعرف يوم يحط الواحد إيده تحت رأسه شو يعني مرتاح وأموره طيبة، ها؟ ولا قد يكون العكس عنده هموم ما يندرى. المهم صفات قريبة جدا نراها نقول يا أخي سبحان الله كيف. وطبعا زوجته مع صغيرتها الصغيرة وهم راقدين ومرتاحين وكانوا ماخذين قيلولة. فجأة أشوف أغاشيا ينظر لنا من هذه الزاوية، يطالعنا من طرف عينه، يطالعنا بهالطريقة ويلتفت قليلا لكن ما يطالعنا بعيننا. فأقول للمرشد إيمانويل ما نطالع في العين، قال انتبه ما تطالع في العين، كل شيء في جانب، ونصيحة أن تضع عينك بعين الغوريلا أمر آخر، هذا لازم تأخذه بمحمل الجدية مهما كان، لا تضع عينك بعين الغوريلا. بل أني أؤكد لك، هكذا يقول المرشد إيمانويل، بأن حتى هو نفسه الغوريلا لا يتنازل أن يراك أنت في عينك. فهذا التحليل والوصف بهذه الطريقة جعل عندي سؤال واحد، ما بقى غير هالسؤال، يا إيمانويل أغاشيا الغوريلا كيف يشوفنا؟ الحيوانات هذه كيف تشوفنا نحن؟ عبارة عن شو؟ اسمعوا شو قال إيمانويل. We have been doing a research about it. Mm-hmm. We find out these gorillas, they know that we are other animals, mm-hmm. which are close to them. Because we do try to speak their language, we try to behave like as they behave. So they believe that we are somehow related. Yeah. They have to follow him. So wherever he goes, everybody will need to follow. So you can see as we are now part of the family, wherever they're going, we have to follow them. We have to follow them. Yeah, because you are part of them. Oh, العائلة كلها. That is his son. You can see how big he is. He's a black buck. Oh, did he left the father? No. هذا قاعد ياكل. That's a bamboo shoot he's eating. Very soon he gotta get drunk. هذا النوع من البامبو يسمى بالبامبو اللي فيه مادة تسكر. فمن يشربها الواحد من ياكله الغوريلا سبحان الله يبدا يسكر.
فهم ما يحصلون منه وايد، فلما يجي موسمه ياخذون منه بشكل كثير، يعني يعرفون بعد فتره ما بيكون موجود منه. And that is his son, Isano. So his son will always be never charge his father. Oh no, gorillas, they respect the fathers until they die. Oh wow. So you know the lions, when you get weak, they chase you away. They will chase you away. Yeah. But for the gorillas, they know even though he's weak or old, he's a father, he's wise, so they respect him. For example, we have Mr. Guhonda. Yes. He's now 46 years old. Wow. He has his son, Mr. Jisha Mwotsi. So they still respect him as a father, as wise. Mm. So they never chased him away. He will stay in the family. نتقرب الحين طبعا هذه اللي احنا الان دخلنا حدود الغوريلا مباشرة. So they are here now, but a matter of time, then they will go somewhere else, correct? Yep. Yep. Okay. Now they are here because of their siesta, the siesta time. When the siesta is done, they will move. Uh-huh. And so when they move and they get encountered with another family, what happens? That is a really big fight. Oh. Because the silverback, and each silverback want to steal the women from another. So it's a fight. It's a fight. شيء آخر سبحان الله يعني عجيب في عالم الغوريلا. أغاشي اللي هو طبعاً زعيم العائلة هذه، هو يستولي على عائلة أخرى. عندما يستولي على عائلة أخرى إذا كان فيها أولاد صغار ذكور فيذبحهم جميعاً، لأنه لازم فقط اللي يحمل يعني جيناته. عشان هو ما يرضى، الغوريلا ما يرضى أنه فقط اللي من جيناته يحمل جيناته يكون موجود معاه في العائلة، وهذا هو أول أبنائه. That young male who's beating the chest say, I'm the boss. I will be the boss. يا جماعة الخير، نحن ترى ما كنا على بعد كيلومترات أو مثلاً على هضبة جبل ونستخدم المنظار عشان نشوف. نحن ما كنا على بعد 5 كيلومترات. نحن ما كنا على بعد كيلو، نحن كنا على بعد مسافة حضن. حضن حضن، يوم تحضن واحد كيف تحضن شيء من بعيد؟ لا، هني هكذا كنا. صعب جدا أن أصف تلك اللحظة بكل تفاصيلها، لكن أتمنى بأن الصورة تعبر لكم عن كل شيء. كنا قريبين جدا 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 جدا. وعدناكم بعيدية، وكانت هذه عيديتنا، استطعنا أن نصل فيها إلى أندر أنواع الغوريلا في العالم وبهذه المسافة القريبة جدا. وأتمنى أن كان درب ملهم مفيد وممتع في نفس الوقت. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في دروب قادمة في موسم قادم بإذن الله تعالى. مع السلامة. داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. قد تختلف ألواننا، أدياننا، أوطاننا والألسنا، لكننا أبناء أب واحد و
والأم أيضا واحدة مهما تفارقنا الدروب ودروبنا متباعدة سنعود للبيت القديم سنعود للحضن القديم سنعود للبيت القديم سنعود للحضن القديم تحط فيه رحالنا أنت أخي أو شئت قل أنت أنا مع السلامة.